خرطوم هاي حليم ماضي I organized the next Paris University وأنا بالنسبة إلي positive thinking فينا يعني كله سؤال واحد what is the worst thing that could happen شو أسوأ شيء معقول يصير وبالنسبة إلي شو ما يكون الوضع وشو ما يكون التحدي لازم دايما نسأل حالنا السؤال لأنه شو ما يصير ما رح يصلك وما رح ما رح يدق فيك ما رح ينسيك رح تضل هون ورح تقدر تتحدى هالشيء.